إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحمد لله الذي والى على عباده مواسم الخيرات تطرى. بالأمس القريب مضى وانقضى شهر الرحمات والنفحات، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وما إن انقضى شهر الصيام والقيام حتى جاءت أشهر الحج الثلاثة، شوال وقعدة والعشر الأول من ذي الحجة. ثم تتدخل الشهور الآن، تتدخل الأشهر الحرم مع أشهر الحج، والأشهر الحرم أربعة كما قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب الذي بين شعبان والذي يسبق شعبان. ذلك الدين القيم، ذلك الدين القويم المستقيم الذي لا انحراف فيه ولا اضطراب. ومن عظمة هذا الدين أنحوى هذه التشريعات العظيمة وهذا التوالي بين مواسم الخيرات، كي يعظم الناس أمر ربهم عز وجل، وكي يعظم حرمات الله. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ولو تأملت دقة هذه التشريعات، ثلاث من الأشهر الحرم: الحج فريضة عظيمة، ولا يمكن أن تؤدى هذه الفريضة إلا إذا أمن الناس على دمائهم وأموالهم. فجاءت الأشهر الحرم ثلاث متواليات: ذو القعدة، الشهر الذي يسافر الناس فيه إلى الحج، يسبق الحج، حرام لا يعتدى فيه على دماء الناس ولا على أموالهم ولا أعراضهم، يأمن الناس جميعا فيه مؤمنهم وكافرهم. ثم شهر الحج ذو الحجة، ثم شهر كذلك بعد الحج المحرم، حتى يعود الناس إلى منازلهم آمنين مستقيمين مطمئنين. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. عظم الله عز وجل أمره ونهيه، لا سيما في هذه الأشهر الحرم التي نحن مقبلون عليها الآن. تأكدت حرمة الأمر والنهي في هذه الأشهر مع تعظيمها على سائر أوقات العام. فلا تظلموا فيهن أنفسكم.
أي أيها المسلمون، إن الناس متى عظموا أمر الله ونهيه، ومتى عظموا حرمات الله، ومتى عظموا شعائر الله عز وجل، استقر لهم أمرهم ودانت لهم الدنيا وعظم ملكهم وثبت واستقر واجتمع شملهم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام، والهدي والقلائد. متى كان الناس يعظمون الكعبة البيت الحرام، ومتى كانوا يعظمون شعائر الله؟ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، لن يزال أمر الدنيا قائما ما عظم الناس بيت الله عز وجل وقاموا وعظموا شعائره. ومن ثم جاءت النصوص تبين أن تخريب الكعبة واستهانة الناس بأمر الله ونهيه هو أمارة وعلامة وسبب لانقضاء وانخرام هذا الكون وانفراط عقده، كما ثبت في الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، رجل دقيق الساقين، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، ينقض الكعبة حجرا حجرا، وهنا تقوم الساعة على الناس. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. رواه مسلم وغيره. فإن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس الذين استهانوا بأمر الله ونهيه، والذين كفروا بالله عز وجل ولم يقوموا بما أوجبهم الله عز وجل عليه من تعظيم حرماته. حين لا يقول الناس في الأرض الله الله قوموا عليهم الساعة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. عباد الرحمن، إن المؤمن مرهف الحس وحيد القلب قريب العبرة، يخشى الله ويعظم حرماته، يعلم جلال الله عز وجل وعظمته، يخاف من ذنوبه كأنه جالس في أصل جبل، يرى ذنوبه كهذا الجبل الذي يوشك أن يقع على رأسه، مع أعمالهم التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والمنافق غليظ الجلد، قاسي القلب، عديم العبرة، جاجل الجلد، لا يبالي بأمر الله ونهيه، يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال هكذا، لا يبالي بما اجترأ على حرمات الله عز وجل. وشأنه كما قال الله عز وجل: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهنا مثلان لامرأتين ورجلين في تعظيم أمر الله ونهيه وتعظيم حرمات الله عز وجل. والمثلان لامرأتين ورجلين، أما المثل الأول ففيما روته أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الكسوف
أو قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف ثم قال دنت النار مني وهو في صلاته. فقلت أي رب وأنا معه؟ فقال عليه الصلاة ثم قال عليه الصلاة والسلام فإذا امرأة تخدشها إرضا في النار فإذا امرأة تخدشها إرضا. فقلت ما شأن هذه؟ قال وحبستها حتى ماتت جوعة. خرجه البخاري ومسلم. وعند مسلم في صحيحه دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش ولم تدعها تأكل من خشاش القوم. هذه امرأة دخلت النار بسبب هرة استهانت بحياتها بحياة هذا الحيوان الضعيف هرة قطة صغيرة لا حيلة لها لم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض فأوجب الله عز وجل لها النار. وهذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. استهانت بحياة حيوان فدخلت النار فكيف بمن يستهين بحياة شعوب بأكملها؟ وهؤلاء المسلمون في بلاد الشام منهم كم من طفل وكم من امرأة وكم من رجل وكم من رجل وكم من شيخ ماتوا بسبب الحصار والجوع ماتوا جوعا إن لم يموتوا بسبب الحمم التي تلقى عليهم في سوريا والشام وغيرها من مشارق الأرض ومغاربها. وهذه المرأة يقابل هذه المرأة المرأة الأخرى كما ثبت عند البخاري كما ثبت في الصحيحين بينما كلب يطيف برقية يكاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فرق قلبها لهذا الكلب الذي كاد أن يقتله العطش فنزعت موقها خفها ونزلت وملأت الماء للكلب فسقط الكلب فشكر الله لها فغفر الله لها. فهاتان امرأتان امرأة كانت مسلمة لأنها لو كانت كافرة لما كان لدخول النار لما كان هناك فائدة من دخول النار بسبب الرضا إذ الكفر أعظم أسباب دخول النار. هذه امرأة مسلمة لم يذكر أنها عصت وإنما حبست الهرة حتى ماتت فأوجب الله لها النار. وهذه امرأة بغي عاصية لكن عظمت الحياة وعظمت شأنها في الكلب فلما رأته يقتله اللهز يقتله الظمأ والعطش سقطت. وإذا كان من استهان بالحيوان هذا شأن عند الله عز وجل فشأن الإنسان أعظم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. فالمرأة الأولى لم تعظم أمر الله ونهيه فاستهانت بحياة هذه الهرة فأوجب الله لها النار. والثانية العاصية عظمت أمر الله مع عصيتها وسقط الكلب الضعيف الذي لا حيلة له فشكر الله لها فغفر الله لها. فهذان مثلان لمن استهان بحرمات الله عز وجل حتى ولو كان مسلما فوجبت له النار. والثانية العاصية وجبت لها الجنة لأنها عظمت أمر الله وعظمت حياة هذا الحيوان الضعيف فشكر الله لها فغفر الله لها. ومثل الرجلين لمن يعظم أمر الله ونهيه ومن لا يعظمه فهذا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كسر الله به الأكاسرة
ومسر به الأموال وقصم به القياصرة ومسر به الأمصار وفتح به البلاد. الرجل الثالث في هذه الأمة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان إيمانه عزاً وإسلامه فخراً للمسلمين، عمر الفاروق، مع كونه ثبتت له هذه الفضائل وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من العشرة المبشرين في الجنة، ولما رجف الجبل للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان قال اثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. شهد النبي صلى الله عليه وسلم له لأبي بكر بالصديقية ولعمر وعثمان بالشهادة. عمر الفاروق لم يغبه كل ذلك، ولم يغبه ما كان يفعل حين يتعسس الناس في الليل فيبكي لبكاء الضعيف والمرض والصغير، وحين يحمل أجولة الدقيقة على ظهره يوصلها إلى فقراء المسلمين، لم يغبه عمر ذلك. ولما سمى النبي صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين لحذيفة وخصه بذلك، كان عمر رضي الله عنه يذهب لحذيفة ويقول لا شكك الله سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تغبك يا عمر الفضل والصدق، لن يغبه أنه من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، لم يغبه أنه الرجل الثالث، لم يغبه أنه الفاروق، سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلكم الخليفة، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي يضرب به المثل في العدل والحكمة والرحمة والرفق. كان يحتاج حكام المسلمين الآن إلى أمثال مسيرة عمر رضي الله عنه الفاروق. فهذا الرجل عظم حرمات الله عز وجل، وهذا رجل آخر لم يبالي بأمر الله ونهيه، استهان بأمر الله، اغتر بقوته، انتفش. هذا فرعون الذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، استهان بحياة الناس. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. فما زال مغروما بقوته، ومن لم يتعرف إلى الله في الرخاء عرفه الله بنفسه في الشدة. فلما جاء موعده مع الله عز وجل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هذا الذي كان يقول قبلا أنا ربكم الأعلى، وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. لما جاء موعده مع الله عز وجل قال ما سمعتم، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قومي وكنت من المفسدين. هذا التجلي الآن حينما عرفه الله بنفسه في الشدة فبس وجهه في الطين وجعل الماء يمر من فوق رأسه، حينئذ هذا الدجال يعلن أنه آمن، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. طفل بدنه على الماء لا تأكله الأسماك، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله كثيرا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون،
إن مدار السعادة في الأولى والآخرة على تعظيم المرء لأمر الله ونهي، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن صور تعظيم أمر الله ونهي التي ضاعت بين الناس في هذه الأيام، من أهم ذلك تعظيم أمر الفرائض، ما فرضه الله عز وجل على العباد من العبادات، سيما الصلاة التي فرضها الله عز وجل في السماوات العلى. والصلاة صلة بين العبد وربه، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وكثير من الشباب الآن لا يعظمون أمر الصلاة ولا يعظمون أمر الله ونهيه، فيضيعون الصلاة، وهذا الوعيد الشديد ثبت لهم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر الصلاة، أو قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك. كلها أحاديث عند مسلم في صحيحه. ولذلك جاءت الأوامر في شأن الصلاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لم يقل افعلوا الصلاة، لأن إقامة الصلاة معناها تعظيمها، إتيانها على الوجه المأمور بها في المساجد جماعة، وركعوا مع الراكعين، وتعظيم خشوعها وركوعها وسجودها، والإتيان بشرائطها وأركانها. من صور تعظيم أمر الله ونهيه تعظيم الدماء، فالدماء حرج الله عز وجل على عباده في شأن الدماء. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في بحبوحة من دينه ما لم يصب دما حراما، رواه البخاري. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله جميعا في النار، رواه في صحيح الترغيب والترهيب. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها، التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها، من سفك دما حراما بغير حله، من ورطات الأمور. ولذلك قرن الله عز وجل بين الشرك وبين القتل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. من تعظيم أمر الله ونهيه إقامة أمر الله عز وجل في شأن الزوجات والأولاد، كما أمر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والعجيب أنك ترى كثيرا من الآباء لا يرون رسالة لهم في الدنيا مع أولادهم إلا المطعم والمشرب والمأكل والملبس، لكنهم لا يتبعون أولادهم ولا يلزمونهم بأمر الله ونهيه ولا يلزمونهم بكتاب الله، وكذلك بناتهم وزوجاتهم لا يلزمونهم بما أمر الله عز وجل. وقد تجده رجلا يغتاب المساجد لكنه عنده انفصال في الشخصية، فلذلك حذر الله عز وجل من ذلك. والعجيب أنك ترى الرجل إذا ارتفعت درجة حلالة درجة حرارة ابنه سرعان ما يجوب به المستشفيات ويغتاب به عند الأطباء مخافة على ابنه، وهو لا يبالي أن ابنه قد قرب من جهنم وليس المصير بارتكاب ما حرم الله عز وجل فيتركه على ما حرم الله عز وجل. فمن تعظيم أمر الله ونهيه إقامة أمر الله وطاعته وتعليم الزوجات والأولاد والبنات ذلك. من تعظيم أمر الله ونهيه تعظيم العقود والعهود بين الناس، كما قال الله جل الله: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أي كان مسؤولا عنه، فإن الله سائل ناقض العهد. لماذا نقض عهده؟
وثبت عند مسلم في صحيحه يرفع لكل غادر لواء عند اسمه يوم القيامة، كل من غضب أو خاض يرفع له لواء عند اسمه ليكون مشهورا بذلك مفضوحا بين الخلائق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. من سوء تعظيم أمر الله عز وجل خشية الله عز وجل والامتناع عن أخذ الرشا المحرم، كثير من الناس لا يبالون بما وقع في أيديهم من حلال أو حرام فيطعمون أهليهم وأولادهم رشا محرما، أو يعتدي على أموال الناس أو يعتدي على أموالهم فيأكل المال الحرام ويقتسم المال الحرام، هذا كله مما حرمه الله عز وجل. والجسد الذي ينبت من حرام فالنار أولى به. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن صور تعظيم أمر الله ونهيه وتعظيم حرمات الله تعظيم أمر الكلمة. رب كلمة أصلحت بين دول بأكملها، ورب كلمة أصلحت شعوبا، ورب كلمة أقامت سعار الحرب وأشعلت أورابها، وكم فتكت من أقوام، وكم أشعلت من فتن، وكم من كلمات تسببت في سفك دماء الناس والاعتداء على دمائهم وأموالهم. تعظيم أمر الكلمة. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم 70 خبيثا. كلمة واحدة من سخط الله عز وجل، كلمة في فاحشة، كلمة في معصية، كلمة في استهانة بأمر الله عز وجل، كلمة في غيبة أو نميمة، كلمة في تحريض تسببت في إشعال فتن، يهوي بها في جهنم 70 نفرا. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسمي به أناسا ينشرون من وجناتهم فما زال ينشر حتى يصل إلى قفاء، ثم يضار إلى الناحية الأخرى فينشر من جبينه حتى يستمر النشر إلى قفاء. فسأل عن ذلك قال هذا الرجل كان يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. أناس يحترفون الكذب، بضاعتهم الكذب ينشرونها بين الناس، فرآهم هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. من تعظيم أمر الله عز وجل نهي تعظيم المال الحرام كالربا ونحوه. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يحشرون من قبورهم مجانين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أكلت الربا لماذا؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، أحل الله البيع وحرم الربا. هؤلاء لم يبالوا بحرمة الله، قالوا إنما البيع مثل الربا. هذه العقول التي وهبها الله لهم جعلوها حاكمة على الشرع المنزل من السماء، والعقول لم يهبهم الله عز وجل إياها لذلك، وإنما وهبها للإنسان حتى يعقل أمر الله ونهيه، وحتى يعقل عقله عن الدنايا. أما حين تستعمل العقول في إبطال الشرع المنزل من السماء فتسلب هذه النعم، فحشر من قبور المجانين. ورآهم النبي صلى الله عليه وسلم أكلة الربا، والربا في اللغة الزيادة، رآهم في قبورهم أن بطونهم مثل البيوت تخترقها الحياة ذهابا وإيابا. وعند البخاري في صحيحه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسبح في دم، فإذا وصل إلى الشاطئ في الدم يسبح، فإذا وصل إلى الشاطئ ألقمه رجل على الشاطئ حجر فعاد كما كان، فسأل عن ذلك قال هذا أكل الربا. وهكذا عباد الله ينبغي أن نعظم أمر الله ونهيه، وألا نستهين بحرمات الله عز وجل.
وهذه صور ونماذج لمن أقام أمر الله ونهيه ولمن استهان بحرمات الله عز وجل. وكم من أمم أبيدت وكم من ممالك أزيلت لأنهم استهانوا بحرمات الله عز وجل ولم يعظموا أمر الله ونهيه. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسوله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن الناس إذا استهانوا بحرمات الله واستهانوا بأمر الله ونهيه كلما أحدثوا ذنبا أحدث الله لهم عقوبة. وشهد ذلك من كتاب الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال السلف وقال المفسرون كلما أحدث الناس ذنبا في استهانة وجرأة أحدث الله عز وجل لهم عقوبة. وما هذه الزلازل والبراكين وهذه الأعاصير وهذه الخصوف التي تحدث هنا وهناك إلا شاهد على ذلك ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ألا فعظموا يرعاكم الله ما أمركم الله عز وجل بتعظيمه. عظموا أمره ونهيه وأقيموا أمر الله عز وجل وأقيموا شرعه. الدنيا أيام قليلة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ولأجل هذه الساعة قتل من قتل وسفكت دماء من سفكت وانتهكت أعراض وسلبت أموال وكفر من كفر وكلها دنيا تمزق في الآخرة. إن الله عز وجل أمركم بأمر بدأكم فيه بنفسه وشن فيه بملائكته وجميع خلقه. فقال عز وجل سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشرك ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد أمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وحذر سخطك واتبع رضاك. اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليه فاشفق عليه ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به واجعل عز الإسلام على يديه. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم عليك بكل من عادى دينك وصد عن سبيلك. اللهم كل عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم كلهم في بلاد الشام وكلهم في بورما وكلهم في كل مكان من أرضك يا رب العالمين. ارحم ضعفهم واشفهم بسرهم تول أمرهم واطعم جائعهم وانصر عليهم. رب إنهم مغلوبون فانتصر رب إنهم مغلوبون فانتصر. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك صابرين محتسبين مقبلين غير مدبرين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وسائر إخواننا المؤمنين والمسلمين الأحياء منهم والميتين إنك ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.